السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ عدنا بعد طول انقطاع، إن شاء الله الجميع بخير يا رب، تعدي هذه الأزمة على خير ونرجع نلتقي فيكم عادي في الجامعة بإذن الله تعالى. إحنا بنحاول من أول الأسبوع صراحة مع المودل على أساس تتوحد الطريقة اللي فيها كل الطلاب بياخدوا محاضرات أونلاين، بس يبدو أنه في مشكلة في المودل، يبدو أنه في مشكلة ضغط كتير على المودل، وبالتالي إحنا عم بنحاول كدكاترة إننا نلاقي حل بديل. الحل البديل مبدئيا إني بدي أسجل محاضرة على برنامج خاص وبرفعه على جوجل درايف، لأنه حيكون حجم الريجستريشن هذا أو التسجيل كبير. بعدين بعطيكم اللينك وبتنزلوا محاضرة وبتسمعوها. هلا في شوية فرق، إذا بدنا إحنا عم نحكي عن ثيرابي 2 سي أو بي دي، في شوية فرق بالسلايدز بين شعبة أحد ثلاثة خميس وشعبة اثنين أربعة، فأنا بدي أوقف هنا تقريبا. إذا بتذكر اثنين أربعة وقفنا عند الكلاسيفيكيشن تبع A B C D، وهذا الكلاسيفيكيشن شرحناه وقفنا عنده، فأنا بدي أبلش إنه أفترض إنه إحنا وقفنا هون، أنتوا جماعة أحد ثلاثة خميس شوي متقدمين، فأرجعوا اسمعوا عادي هذا التسجيل ونبلش يعني بنكمل مع بعض لما نوصل للمانجمنت. A B C D إحنا قلنا ال A هي less symptoms و low risk، و B هو more symptoms و low risk. أنا كل ما بتحرك يمين وشمال، يمين أكثر symptoms يسار أقل symptoms، كل ما بتحرك فوق وتحت، تحت أقل risk of exacerbation وفوق أكثر risk of exacerbation، وبالتالي أسوأ سيناريو هو من D، the most symptoms most risk of exacerbation، و E هو sorry A هو أحسن سيناريو. عم نعطي example إنه تنين جملة two patients، الأول كان الـ FEV1 تبعه أقل من 30% predicted. هاي أول ما بشوف 30% predicted بروح دوري على الجولد. FEV1 predicted إذا أقل من 30، إذا هو إيش؟ أقل من 30 ولا 30 باي ذا واي؟ أقل من 30 فهو جولد إيش؟ جولد 4 صح؟ جولد 4. فهو بيسألك السؤال بيحكي لك إنه two patients عملنا بوست برونكو دايلاتر، قلنا مهم كلمة بوست، ال FEV1 أقل من 30%، إذا اثنين جولد 4. طيب كات سكور 18، إذا يمين الكلاسيفيكيشن، هاي كات سكور 18 إذا هو هون، فالتنين جولد 4 والتنين يا بي يا دي، مين بده يحدد ال شو ال exacerbation risk؟ عم بكمل معلومة تقول لك one with no exacerbation in the past year، مهم past year هاي اوكي، لانه احنا يعني ما عم نحكي خلال 10 سنين، احنا بنحصر ال period of past year، وبالتالي past year مهمة. فعم بحكي لك الاول انه ما صار له exacerbation وبالتالي بده يكون B لانه ما في exacerbation. الثاني صار 3 exacerbations، ولاحظ انه ما جاب سيرة انه ما hospitalized ولا مش hospitalized. احنا حكينا اذا تنين هيا تنين فما فوق، فما بطل يفرق معي اسأل هو دخل مستشفى بسببها ولا لا، لانه العدد كبير. هلا بسأل عن ال hospitalization بيهمني اذا كان مرة، لاحظوا اذا مرة بدون hospital نزل تحت بالريسك، اذا هاي المرة دخلت hospital بيطلع وين؟ بيطلع فوق. تذكروا احنا كتبناها هاي السلايد اللي قبل، هاي ها وان leading to hospital بيطلع by default فوق، واحد ما طلع له hospital بنزل تحت. اذا صار تنين او اكتر ببطل في فرق معي اسأله هل هي hospitalized او لا، لانه العدد كبير. تمام، فاذا تحلي السؤال انه تنين gold for وواحد منهم B لانه no exacerbations، والثاني دي لأنه عنده 3 exacerbation، هيك بكون حلينا السؤال. تمام، عم بحاول أمشي. طبعا لما نبلش goal of therapy إحنا شو هدفنا؟ short term goal management of symptoms،
relief of symptoms أو management of symptoms, improve exercise tolerance إذا هو بيعمل exercise, أو نقول إحنا يعني physical activity, normal physical activity to improve normal physical activity, reduce symptoms, وطبعا ال long term goal إنه هو نحسن ال disease progression. هي مش بقدر prevent قد ما هي slowing, يعني to slow this progressive disease and prevent exacerbation, هذا يعتبر long term goal, and reduce mortality, reduce morbidity, improve quality of life, هاي كلها تعتبر long term goal. تمام؟ فإحنا مهم جدا نعمل education للمريض ولعائلته وللhealth care provider تبعه إذا كان كتير كبير في السن. المانجمنت تبع طبعا دائما زي أي disease non pharmacological therapy و pharmacological therapy. هلا تتخيلوا انتم معي ايش النون فارماكولوجيكال ثيرابي؟ سموكينج سيسيشن. طبعا ما دام هو السموكينج هو اساس الديزيز 90% من الحالات فهو سموكينج سيسيشن. وكمان يعني على فكره ما دام سي او بي دي كثير مرضى بيستجيبوا لانه فعليا ما عم بيعرف ينام ولا بيعرف يتنفس, بحس حاله بدائره الخطر. فكتير ناس من اللي بوصلوا لمرحله سي او بي دي بيقتنعوا بسموكينج سيسيشن. طبعا في ناس دول ريزيستنت في نسبه يمكن 10-15% يكونوا ريزيستنت, بقول لك لا انا هذا ما بقدر اتركه حتى لو انه وصل لمرحله مش عارف يتنفس. تخيلوا. المهم نحكي عن سموكينج سيسيشن, واحنا مره بتذكروا اذا شرحنا سموكينج سيسيشن لازم يكون جراديوال. يعني اثبت الدراسات كفاءه الجراديوال سموكينج سيسيشن, المنطق بيحكي لازم يكون جراديوال. حتى بديننا الحنيف لما نزل تحريم الخمر في القران كان جراديوال. في ناس يمكن هدول اللي عندهم كتير شو بنسميها إرادة قوية بقول لك خلاص وقفته لا ينفي إنه في حالات ناجحة إنه أبربت تي سي, يعني أنا هلا بدي أوقف. حتى بيجوا توقيفهم مع رمضان بقول لك خلاص رمضان وإيمانيات عالية بدي أوقف سموكينج وبضلهم ماشيين. هاي ممكن ترجح في بعض الأشخاص اللي عندهم إرادة عالية حواليهم ناس تدعمهم وكذا, بس اجمالا الطريقه الانجح صراحه هو جرادوال ديكريز. يعني انا متعود مثلا ادخن باكيتين في اليوم, او نحكي بعدد السجاير مثلا 40 سيجاره في اليوم, باجي بقرر ان ادخن 35 وبمشي عليهم مثلا اسبوع زمان, بعدين 30 بعدين 25 وهكذا عبين لا اوصل لمرحله توتال دي سي او ديسكونتينيو. تمام. في طرق تاني كمان نساعد. احنا على فكرة السموكينج في two types of dependence, يعني احنا متعودين عليه كسموكرز physical dependence, يعني انا بتعود جسمي على النيكوتين, بتعود على النيكوتين effect, يعني ادمان النيكوتين جسمي physical. تمام. والنوع التاني من ادمان السموكينج او addiction للسموكينج او ال dependence نسميه هو psychological dependence. يعني أنا جاي حبالي هاي القاعدة اللي أمسك فيها سيجارة, إني أنفخ أطلع هواء, إني أقعد وأشرب معها قهوة, هاي بسميها psychological أو psychiatric dependence. هلا بالنسبة للphysical dependence إحنا بنعرف إن النيكوتين موجود بالسيجارة, إحنا ممكن نساعد إنه نعطيه النيكوتين من مصادر أخرى. يعني أوكي أنت مثلا تمشي إنك تشرب 10 سجاير باليوم وبنعود النيكوتين الفرق بي عن طريق نيكوتين جم, نيكوتين باتش سكيل باتش انهيلر, بس هذا شو موجود بالسوق توقع لعنا يا بس الجم. المهم في أكثر من دوزج فورم. تمام. هذا الببروبيون اللي شايفينه هون هذا مضاد اكتئاب, وممكن في ناس يعني من السموكينج سيسيشن يدخلوا بديبريشن. هذا الدبريشن كمان ممكن يزيدوا انه بيزيد الشهية عندهم, بصير ياكل بصير وزنهم يزيد لانه السموكينج مثلا بيقلل الشهية مع وجود القهوة, بسفي لما بيقطع بيوقف التدخين بصير بزيد وزنه برضه بدخل بديبريشن. فممكن هذا يعني بس ينوصف بوصف الدكتور للناس ممكن يدخلوا ديبريشن. تمام. فاذا ممكن نخفف احنا الفيزيكال اكتيف ديبندنس عن طريق نعطي سبليمنت من نيكوتين. السايكولوجيكال ديبندنس اللي هو الكريفنج بسميه, او انا جاي على بالي امسك السيجاره, جاي على بالي انفخ, هاي كلها عن طريق السبورت من الجروبس المختلفين. تمام. فاحنا بنأكد انه smoking cessation gradual decrease هو طريقة ناجحة, وطبعا الإرادة مهمة بالحالتين, بأي طريقة الإرادة مهمة.
لاحظوا انتوا كمان smoking cessation evidence A، يعني احنا بنهتم بالإيفيدنس تبع ال recommendation، فلأنه أصلا من غير ما يطلعوها ما هو أساس الديزيز. فأنا لما بعمل smoking cessation بصير عندنا شوفوا stop its progression، يعني ممكن يوصل لمرحلة الدكتورة إنه وقف الديزيز. هو يعني أنت بالمنطق هو بعد ما دخل 30 سنة يدخل في COPD مثلا، يمكن بيصير stop لما أكون موقفة 30 سنة، يمكن بعد 30 سنة من توقيفه ألاقي إنه في progression وإنه الجسم صار له healing وكذا. فإحنا بنقول إنه ممكن نوصل لمرحلة stop progression، بس لا يعني إنه المرحلة اللي كان واقف عندها ترجع تتحسن، ممكن تتحسن بشكل طفيف بس ما بيرجع اللنج زيه زي بني آدم ما دخن، مستحيل. تمام، هيك بيكون هاي من الفارماكولوجيكال ثيرابي. بالفاكسينيشن، هالفاكسينيشن انتو بتذكروا بلازما شو حكينا، النوموكوكال فاكسين تحت 65 سنة وبفوق 65 انذر شوت، هذا يعتبر هاي ريكومنديشن للازما تكتيشن. برضو ييرلي انفلونزا فاكسين كان هاي ريكومنديشن فور ان ازما تكتيشن، ما دخلنا في ديتيلز، وكانوا هاي ريكومنديشن هاي ليفل اوف ريكومنديشن. صح، نيجي هون على السي او بي دي. بالنسبة للإنفلونزا فاكسين إيفيدنس بي هذا ممتاز، إحنا قلنا الإيفيدنس A و B كويسين، فـ yearly إنفلونزا فاكسين yes for all patients with COPD. نيجي على نوموكوكل، نوموكوكل في إلها شرط، إذا كان عمر المريض أقل من 65 سنة لازم أتأكد من الـ FEV1 predicted، يعني معناها آخر لازم أشوف الجولد ستيج تبعه، أقل من 40 هذا جولد 3 by the way، جولد 3 and 4 by default 4 أقل من 40. فإذا لما أجي أشوف بده نوموكوكال فاكسين أو لا بطلع على عمره، هاي أول خطوة. إذا هو تحت ال 65 لازم أطلع على شرط تاني وهو الجولد ديفل، إذا هو جولد 3 أو 4 لازم نعطيهم نوموكوكال فاكسين. تمام، هاي تحت ال 40 في إي في 1 بريدكتد معناها إنه جولد 3 أو 4. طيب افرض هو 65 سنة فما فوق، فيش داعي أروح على الجولد أشوف الليفل، خلاص كل واحد فوق ال 65 حتى لو كان جولد 1 بده نوموكوكل فاكسين. تمام، لأنه فوق ال 65 هي كلها 1 دوز 1 شوت، فإذا نوموكوكل فاكسين بطلع على العمر، تحت ال 65 لازم يكون جولد 3 أور 4، 65 فما فوق أي جولد يعني أي بني آدم سي أو بي دي لازم ياخد نوموكوكل فاكسين. نيجي على الفارماكولوجيكال ثيرابي، فارماكولوجيكال ثيرابي اللي هو دخلنا بالميديكيشنز. هلا هون الجولد جايد لاين اذا بنقارنها بالازماتيك جايد لاين هيجينا جايد لاين، تذكروا بيجينا ايش كان في ستيب 1 2 3 5 6 وجوا كل ستيب عم بحكي لي بريفيرد line أو alternative line، preferred هو ال drug of choice بعدين alternative هي البدائل. صح، هون بدي أفترض أنكم تحكوا لي صح. طيب هون بالgold guideline عم بيحكي لي بهذا الشارت فقط the first line therapy، فقط the first line therapy. تمام، طب وين the second line بالشرح اللي هو بالسلايدز؟ نعم، نحكي هون مثلا جروب A عم بيحكي لي فيرست لاين، بعدين ايش بدي اقبل انتقل اذا ما اشتغل هون سي بي وهكذا. تمام، مش كلهم موجودين بهذا الشارت، مش زي الازمة. اوكي، وبالتالي خلينا نبلش فيهم واحد واحد. المنطق بحكي انه نبلش بجروب A. جروب A هو low symptoms low exacerbation risk. صح، نيجي على هلا جروب A شو عم بيحكي لي السلايد. جروب A have few symptoms and low risk، ماشي، should be offered a bronchodilator. bronchodilator جنب bronchodilator بسميه short acting. فأنا group A ببلش فيهم سابا or سام first line therapy. تمام، first line therapy for group A هي سابا or سام. هاي بشبه إيش كان step 1 في أزمة. بتتذكروا كمان إيش حكينا، إذا هاي مش مذكورة بباقي الستبس هاي باي ديفولت المريض دايما معاه سابة، أو هناك ما كان في سامة بس لسه إفكتيف. هون التنين سيميلر إفكاسي، هاي كمان مهمة. تمام، مش هناك إحنا حكينا أور بالأزمة كان لا الأولوية للسابة. طيب إذن جروب A هم سابة أور سامة، هم الفيرست تايم ثيرابي،
وبرضه بضل السابع أو سامة موجود معنا ب جروب بي وسي ودي لا السيمتومز كويك ريليف. احنا يعني القواعد الأساسية بضلنا ماشيين عليها، تمام؟ طيب this can be a short or long acting bronchodilator. ايش يعني هاي الجملة؟ احنا الأساس نبلش بسابة أو سامة اللي هم مين؟ short acting. هلأ إذا حسين السيمتومز عم بتزيد عندي خيارين، عندي خيارين، ممكن نحولهم للونج اكتنج اللي هما مين؟ لابا اور لاما، او ممكن نعطي كومبينيشن من سابا ان ساما. اذا جروب A فيرست لاين ثيرابي سابا اور ساما، اثنين سيميلر افيكاسي، اي واحد بلش فيهم ما في مشكله. لاحظنا بعد فتره انه مريض نوت كنترول، احنا كمان لازم نقول بعد فتره ما نحكم يعني بشكل سريع. لاحظنا بعد فترة إن المريض uncontrolled على سابا أو سامة ألون، عندي خيارين، يا بروح على بضلني بإطار الشورت أكتنج بعطي سابا زائد سامة، وهذا موجود في السوق اللي هو الكومبيفنت فيه ألبيوترول فيه إبراتروبيوم، سابا زائد سامة كومبينيشن، أو عندي خيار تاني إني أحوله على اللونج أكتنج. باي ديفولت لما أنت بتحوله على اللونج أكتنج أنت وين وديته؟ أيوة وديناه على جروب بي. يعني انا كدكتور يا انا مقتنع انه هو لساته جروب A فبعطيه سابا زائد ساما كومبينيشن هذا السكند لاين ثيرابي، او انا بكون مقتنع ما دام السيمتومز عم تتكرر اذا هو خلص صار في ابجريد للديزيز فهو جروب B. جروب B هو لونج اكتنج برونكودايليتر. نيجي على جروب B. B يمين للشارت، اذا انا عم بحكي عن سيمتومز اكثر، هو تحت يمين تحت سيمتومز اكثر لكن اكزازربيشن ريسك قليل. Initial therapy اللي هو first line therapy نعطي long acting bronchodilator، عندي لابا أو لاما، تمام؟ superior to short acting طبعا لأنه إحنا بنحكي به هو more symptoms، مدام more symptoms ما بيكفيهوش سابا أو ساما ألون فأكيد أنا بدي long acting، تمام؟ بضل الشورت acting bronchodilator يتاخد BRN، هاي إحنا متفقين عليها من وقت الأزمة، تمام؟ طيب افرض ضل معاه symptoms، اذا first line therapy بجروب B هو لاما اور لابا، اثنين similar efficacy. طيب for patient with persistent breathlessness، breathlessness يعني انه عندي symptoms ضلت symptoms موجودة on monotherapy اللي هو لابا اور لاما، ايش بعمل؟ combination bronchodilator لابا زائد لاما. اذا بتحبوا انت هون مدام عندك التشارت والموجود فيرست لاين، انت بخط ايدك على الورقه اكتب سكند لاين ثيرابي على نفس الشارت عشان ما تضيعوا. هون حكينا سابا اور ساما الون، تاني خطوه ساما زائد سابا كومبينيشن اور لونج اكتنج بروكودايليتر. نيجي على بي ساب لابا اور لاما الون او مونوثيرابي، ما زبط بعمل الكومبينيشن، تمام؟ كومبينيشن اوف برونكو تو برونكودايليترز، هذول تو لونج اكتنج برونكودايليتر، تمام. نيجي هلأ على جروب C. C4 إذا إحنا دخلنا بإكزازربيشن تيست هو على يسار الشارت، إذا لو سيمتومز. هلأ وجدت الدراسات بجولد جايدلاين إنه اللي له علاقة بتقليل الريسك للإكزازربيشن هم الأنتي كولينيرجيك اللي هم اللاما، عشان هيك اللاما الهم رول بالسي او بي دي، ما شفنا الهم رول واضح بالازمة. احنا بتتذكروا قلنا الانفلاميشن، قلنا هون انفلاماتوري ريسس وهون انفلاماتوري ريسس، بس الكونستيتوينتس اوف انفلاماتوري ريسس بيختلفوا بين تو ديزيزز، صح؟ تمام. فهنا لما شافوا الدراسات كل شيء بتفكروا فيه زي ما حكينا العلماء فكروا فيه، وقسموا جروب ياخذ لابا وجروب ياخذ جروب ثاني ياخذ لاما، وجدوا انه الجروب اللي اخذ لاما مقارنة ألون ومقارنة بلابا ألون تبعون اللاما صار لهم risk of exacerbation أقل. فهو شايفين initial therapy should be consisted of single long acting lama، واللاما هو superior to لابا in exacerbation prevention. إذا drug of choice في group C هو لاما ألون، تمام؟ لاحظوا أنتوا هون ببي إحنا ما شرطنا لابا أو لاما، ليه؟ ما قلنا اللاما سوبيريو لانه التنين تحت بلو اكزازربيشن ريسك، وبالتالي انا بهمني سيمتومز لابا ولاما بالكنترولينج اوف سيمتومز سيم سيم سيم.
احنا هلا لما بنيجي نحكي عن سي ودي احنا عم نطلع شيء ثاني وهو الاكزازربيشن ريسك، لا لاما سوبيريور تو لابا ان اكزازربيشن بوتنشال. فالفيرست تايم ثيرابي لاما. طيب سكند تشويس، شو يعني سكند تشويس؟ ان مريضي برغم وجود لاما ضل عنده اكزازربيشن. هاي بيشنت بيرزيستنت اكزازربيشن، ما حدا يقول لي هون المشكله بالسيمبتومز، لا هون مشكلتنا بالاكزازربيشن. هاي may benefit from adding لابا to لاما. تمام؟ إذا first line therapy BC لاما alone. Second line therapy إذا ضل عندنا persistent exacerbation بنضيف لابا على لاما. Third choice نعطي لاما، نثبت لاما ونعطي معها inhaled corticosteroids. هلا إجمالا إجمالا ال inhaled corticosteroids ما لهم رول كبير في الـ COPD. ليه؟ لأنه وجدوا إنه الانهيد كورتيكوستيرويد بيزيد الريسك أوف نمونيا. إيش هم النمونيا؟ النمونيا هو lower respiratory tract infection، infection of the lungs. طيب لما يصير عندنا infection of the lung بيزيد الإكزازربيشن ريسك، بدخل هو بإكزازربيشن. فالانهيد كورتيكوستيرويد بتأثر على الإميونيتي، بيصير في عندنا ريسك للنمونيا. تمام؟ عشان هيك أنتوا ما بتلاقوا كتير انهيد كورتيكوستيرويد في المانجمنت. وبالتالي inhaled corticosteroid risk the pneumonia in this group of patients. The preference is for لابا and لاما. عشان هيك حكينا second line لابا زائد لاما. ممكن نروح ل third choice inhaled corticosteroid زائد لاما. طيب افرض اعطيناهم inhaled corticosteroid زائد لاما وصار ما نخشى وهو النمونيا، بوقف inhaled corticosteroid. تمام؟ سؤال تاني او نقطة تانية، مين الجروب اللي ممكن ياخد هدول؟ جروب عنده أزمة مثلاً، أو جروب ممكن ما يكون عنده أزمة، ممكن يكون مثلاً عنده كونترا إنديكيشن لللابا. تمام؟ يعني هو هذا، يعني لاحظوا أنتوا إحنا عدينا لسه ثيرد تشويس، فممكن يكون في خيارات معينة ما أقدر أعطي لابا، أو ممكن يكون عنده أزمة زي سو بدي يستفيد من إنهيلد كورتيكوستيرويد مثلاً. أوكي؟ برغم إنه هون ما حكالي، يعني انتوا لانكم ماخدين اللاب هون بالسي ما حكى لي الشروط هاي اللي عليها ستار، انه ما بنعطي انهيلد كورتيكوستيرويد، هاي شايف التو ستارز، الا اذا كان الايزينوفيلز فوق 300. ما حكى لي المعلومه، بس اجمالا هون بسي ما دام ما حط هذا الشرط، متى ممكن اعطي انهيلد كورتيكوستيرويد زائد لاما؟ اذا عنده سي او بي دي زائد ازمه، او اذا ممكن ما عنده ازمه، عنده مثلا اي مشكله مع اللابه، بصفي خياري ان اعطي انهيلد كورتيكوستيرويد واجرب. اذا لاحظت انه دخل في نيمونيا، لا بسحب الانهيلد كورتيكوستيرويد. شو ممكن اساوي وقتها؟ مش عارف صراحه، ممكن يعني نفكر بخيارات اخرى من الدراجز اللي ممكن نشرحها لقدام، او ممكن نفكر نزيد مثلا اللاما دوز، يعني نلعب بشقه الدوزز. تمام؟ اخر اشي بدنا نحكي عنه اللي هو جروب دي. لاحظوا جروب دي شو عم بيحكي لك؟ لاما الون. على اساس ايش؟ على اساس مثلا اول مره بشوف المريض كان جروب دي صنفته، اول مره بشوفه ما بعرف هو قبل كان ماشي عايش بالضبط، فممكن ابلش لاما الون. تمام؟ هلا اذا انا لقطه من سي ولاما الون ما اشتغلت، بروح على لاما زائد لابا. هاي زي قصه ايه على فكره؟ تذكروا ايه؟ ايه لما كان سابا ورسامة الون ما اشتغل، قلنا لكم ممكن يتحول للونج اكتن بروكودايلاتور، هو باي ديفولت تحول لبي. سي لما الاكزازربيشن زاد قلنا لاما زائد لابا، هو باي ديفولت تحول لدي باي ذا واي. تمام؟ فلاما اور لابا، وخصوصي هون بقول لك اف هايلي سيمبتومز. ما هو ايش بيفرق دي عن سي؟ دي معناها انه في سيمبتومز عاليه لانها يمين التشارت. فاحنا متى بنعطي لاما عند لابا؟ اذا فعلا الكات سكور اكثر من 20. سي لاما زائد لابا قلنا اذا الاكزازربيشن زاد، فانا عندي سببين للكومبينيشن، اذا الاكزازربيشن زاد حتى لو السمبتوم قليله، واذا السمبتوم زادت اذا الاكزازربيشن مثلا ما زادش، او اذا الاثنين زادوا، هذا خيار موجود. اخر شيء بالتشارت عم بحكي لي متى بضيف انهيلد كورتيكوستيرويد؟ لازم اقيس الايزينوفيلز. الايزينوفيلز فوق 300 او 300 فما فوق، نعطي تشانس للانهيلد كورتيكوستيرويد. خلينا نقرا هذا الحكي بالسلايد. جروب دي has many symptoms and high risk of exacerbation. هذا فاهمينه. initial therapy هي لاما زائد لابا، الا في حاله خاصه اذا احنا مش عارفين شو ماخذ من سي،
وما عمره جرب لا مألون، نعطي تشانس للا مألون، عشان هيك هي مكتوب هون لا مألون. اوكي، اغلب الكيسز لا بيكونوا مجربين لاما، فبيكون الانيشال ثيرابي هو لاما زائد لاما كومبينيشن از ريكومندد. هذا الفيرست لاين ثيرابي. تمام، ريدكشن اوف اكزازيرفيشن ريسك هو الموست امبورتنت، هو الجول الاساسي عندنا بهذا الجروب، لان الاكزازيرفيشن معناها الديث ريت عالي، وبالتالي لازم نسيطر على الاكزازيرفيشن. تمام، لابا زائد لاما كومبينيشن سوبيريور تو لابا زائد انهيل كورتيكوستيرويدز. احنا متفقين على هذا الشيء، لانه قلنا انهيل كورتيكوستيرويدز بيزيد الريسك للنمونيا، لابا بيزيد لاما مور سوبيريور او سوبيريور تو لابا ان اكزازيرفيشن بريفنشن. هاي الجمله واضحه. جروب دي ات هاي ريسك تو ديفلوب نيمونيا، لانهم ممكن من بعد استخدام الانهيل كورتيكوستيرويد. هاي برضه فاهمينها. ان سم، هاي مهمه، ان سم بيشنتس انيشال ثيرابي وذ لابا وانهيل كورتيكوستيرويد مي بي دراج اوف تشويس. متى؟ اذا بينت الدايجنوزس انه عنده ازمة زائد سي او بي دي اوفرلاب، اذا عندنا الايزينوفيلز اثناها وبينت انها 300 فما فوق، هدول بنعطيهم بنبلش معهم لابا زائد انهيل كورتيكوستيرويدز. ومع انه شايفين كمان although this is still under debate، يعني في عليه خلاف، بس في ناس بجربوه وبشوفوا كيف تتحسن السيمبتومز او الاكزازيرفيشنز. تمام، كمل بجروب دي، وهي مهمه جدا. if patients treated with لابا لاما انهيل كورتيكوستيرويد، اي هذا الخيار ما حكيناه فوق، هذا خيار شوفوا ممكن يوصل. احنا ايش قلنا؟ فيرست لابا زائد لاما ما زبط، يعني هون لابا وانهيل بس اذا بهدول الشرطين، لابا وانهيل كورتيكوستيرويدز بس اذا عندي ازمه وسي او بي دي او ايزينوفيلز عاليه. طب افرض مش هاي هي الكيس اللي عندي، افرض انا عم بعطيه لابا ولاما وصلت مثلا ماكسيمم دوز وهو مش كنترولد، تمام، وما عندي ازمه ولا عندي ايزينوفيلز عاليه حتى اعطيه انهيل كورتيكوستيرويد، وجدوا انه ممكن نعطي هذا الخيار لابا لاما وانهيلد، يعني ثلاثه، يعني لما دخل الانهيل كورتيكوستيرويد اعطى اللاما، على اساس انه اذا في ريسك انهيلد انه يعمل لي نمونيا ريسك، وجود اللاما بيقلل الاكزازيرفيشن ريسك. تمام، طيب if patient treated with هذا التريبل ثيرابي still have exacerbation، عندي نقطة إني أضيف روفلوميلاست. طب إذا إيش مرة تانية ديما الترتيب في جروب دي؟ راح نقول جروب دي ليش بغلب؟ لأنه هم in the stage، يعني هم very advanced stage. لاما أور لابا ما زبط، عندي الخيار الأول أعطي لابا لاما inhaled. متى بعطي لابا لاما، سوري لابا انهيل؟ اذا عندي زينوفيلز وازمه. طب ما عندي اربن ساعة، فاذا بروح على اذا فيرست لابا زائد لاما، وبحاول بالدوزز تبعتها على فكره قبل ما افكر انهيل اضيف انهيل، ما زبط لابا زائد لاما بدخل انهيل. هذا الخيار الثاني، ما زبط لابا ولاما وانهيل بروح انه اد، كمان شو شايفين شو كلمه اد؟ قاعد رابع بنضيفه رابع، وفي شروط هذا الروفلوميلاست، فوسفودا استريز انهبيتر فور انهبيتر. This is may be considered in patient with an FEV1 أقل من 50% predicted. اللي هم مين؟ يلا حلوين، جولد أي جولد اللي هي جولد 3 أو 4 صح، كرونيك برونكايتس. شايفين كمان في شروط مش كل الناس بدها توصل لهون، يبدو انه هو دواء جديد مع كثير دراسات، او الافيكاسي تبعته كويشنبل، او الافيكاسي اثبتت جدارتها بهدول الجروب، انه يكون عندي الاف اي في 1 بريدكتد اقل من 50% وعندي كرونيك برونكايتس. تمام، particularly if they have experienced at least one hospitalization for an exacerbation. يعني مين بدهم يكون عنده على الاقل 1 exacerbation دخل هوسبيتال، يعني هم وين فوق. ممكن نضيف macrolides، the best available evidence macrolide. macrolide طبعا كلنا بنعرف macrolide antibiotic او antibacterial، the best available evidence exists for the use of azithromycin. يعني هم كمان among المacrolide هم الازيثروميسين اكثر شيء، لانهم بوصلوا ب enough concentration بال
باللنج، فهم محببين. حتى بكرة لما بنشرح نمونيا اللي هم lung infection azithromycin illurol، تمام؟ بس برضو هذا الخيار restricted، يعني ما بنستخدمه كتير لأنه بنخاف من الريزيستنس. دائما استخدام المضادات الحيوية، استخدام يعني overuse بصير عندنا risk of resistance، تمام؟ stop inhale corticosteroid إذا صار عندنا حالات التالية lack of efficacy، يعني أعطناه وحسينا بعد الانهيل وقبل الانهيل يا سلامتك وتعيش، نفس الشيء ما أثبت إنه في improvement بالسيمتومز وبالتالي بنوقفه، أو بزيد الريسك للنمونيا فبتوقف الانهيل كورتيكوستيرويدز، تمام؟ فهاي النقطتين، هذا الجروب يا جماعة، هذا السلايد بنضيف add لمين؟ لهدول الثلاثة. إذا المريض بيكون عم بياخد أربع أدوية، لابا لاما إنهيل روفليمولاست، لابا لاما إنهيل ماكرولايد. بعد ما نعطي هدول الأربعة ممكن أوقف الإنهيل إذا أثبت عدم كفاءة lack of efficacy، أو إذا زاد النمونيا ريسك، تمام؟ أنا هذا الشوت حطيته من الجايد لاين، بحب تقرأوه، وإذا حدا عنده أي سوري أي سؤال، هو كل شرحناه، بس هون يعني مثلا ممكن الميوكولايتك، إيش يعني الميوكولايتك؟ الميوكولايتك يعني اللي هي الشربات اللي بتحاول إنها تخفف الثيكنس أو تبع السبيوتم، الثيكنس تبع السبيوتم يصير هيك سوفت، وممكن المريض يطلعه لبرا. شايفين regular use of NAC، هذا نوع من أنواع الميوكولايتكس، reduce the risk of exacerbation in selected patients، مش كل المرضى، تمام؟ ممكن يكون evidence B. antibiotic long term azithromycin and erythromycin therapy reduce exacerbation over one year، شايفين يعني الليفل عالي يعني ممتاز. treatment with azithro is associated with increased risk of resistance، فأنا بدي كمان risk of hearing problem، هدول برضو evidence A. فأنا كدكتور ما بتطلع بس على الإفكاسي، بدي أحاول أعمل يعني أخلي هذا الخيار خيار، إذا كل الخيارات مش ضابطة معي بعطيه تشانس، تمام؟ كمان متى ممكن أنا هذا يستفيد منه؟ إذا أثبت إنه أكتر الإكزيزيرباشن جاي من إنفكشن، بكتيريال إنفكشن. هلا ممكن الإكزيزيرباشن مثلا بتزيد بالشتاء لأنه في عنده فيرال إنفكشن. هلا ممكن مين أنا هدول نعطيهم الأنتيبايتيك؟ إذا أثبت إنه أكتر الإكزيزيرباشن بصير معاي سببها بكتيريال إنفكشن من نمونيا، فبقوم بعطي هذا الشانس للمريض، تمام؟ هذا الإنهيل شايفين، وال فوسفودايستريز انهيبيترز بدياكم تقرأوهم، وإذا في أي سؤال تسألوني إياه، تمام؟ هذا السايكل زي ما هو موجود وموضح بالسي أو بي دي، بتوضح بكل الأمراض. نعمل ريفيو للسيمتومز والإكزيزيرباشن، هدول التو بارز تبعتنا. سيمتومز بتحطني يمين ويسار الشارت، إكزيزيرباشن فوق وتحت الشارت. فإذا في عندي سيمتومز أو إكزيزيرباشن لازم أعملها مانجمنت، بعمل أسسمنت لا الانهيلر تكنيك، انه هو ادهيرنت، انه عم ياخدها بالطريقة الصحيحة، انه هو عم بياخد الدوزز بالطريقة الصح، انه الانهيلر تكنيك مش فاضي. بشيك برضو هل هو ملتزم بالنان فارماكولوجيكال ثيرابي، اهم شيء السموكينج سيسيشن. في على فكرة تمرين خاصة لللنجز، الديب بريذنج، وال يعني في هاي لو دخلتوا وكتبتوا على جوجل بالمونري ريهابليتيشن بتلاقوا اشياء معينة. واذا لقينا مشكلة لازم نعمل ادجستمنت، يا اسكاليشن او دي اسكاليشن. زي اسكاليشن زي معنى ستيب اب وين بالازمة، دي اسكاليشن هي نفسها ستيب داون. هاي كمان التيرمز لازم تفهموا، اسكاليشن معناها ستيب اب بالثيرابي، زي الازمة ما حكينا من ستيب 2 ل 3 ل 4 او ينزل من 4 ل 3 ل 2، تمام؟ هاي دي ستيب داون، دي اسكاليشن، اسكاليشن ستيب اب، تمام؟ هلا هون إذا في شوية معلومات عن كل دواء، برونكودايليترز زيد الـ FEV1 and or change the other spirometry parameter، يعني بيشتغلوا من اللي إيش على السيمتومز برونكودايليترز، تمام؟ given regular to prevent or reduce إيش السيمتومز، وإحنا هون عم نحكي المدام regular عم نحكي عن long acting. toxicity is dose related، طبعا كل ما زاد toxicity زاد الدوز بيزيد التوكسيسيتي، هاي واضحة لكل المرضى.
use of short acting bronchodilator on a regular basis is not generally recommended. وهذا إيش كمان واضح. إذا عم نستخدم short acting اللي هي سابة أو رسامة خارج النطاق تبع النطاق قلنا هو يا بي ار ان او as needed. إذا هي صارت regular إذا أنت لازم تعمل stepping up بالثيرابي. لازم تحول لا سامة زائد سامة أو تحول لا long acting bronchodilator لا باور لاما. يعني تحول من A ل B. Short acting bronchodilators the initial therapy for COPD patients who experience intermittently يعني group A. Among these patients or these agents sorry the choices are a short acting سابة or سامة. لاحظوا هاي عكس الجملة اللي بالأزمة. الأزمة أعطت السوبريوريتي لسابة. قلنا سامة less أو inferior efficacy. هون بالسي أو دي لا اثنين similar efficacy. تمام؟ بختارهم حسب الأفيلابيلتي. In general أيوة in general both classes are equally effective. Clinicians differ about preference in choosing the initial short acting bronchodilator therapy for the patient of COPD. يعني في ناس بناء وهاد في ناس بناء وهاد. بس الاثنين reasonable choices for initial therapy. ممتاز. نيجي على اللونج. Patient with moderate to severe. على فكرة لما تشوفوا moderate to severe هذا الجايد لاين القديم كان يحكي مع moderate severe وهيك. احنا هلا خلص واضحة الكلاسيفيكيشن. عم نحكي جولد 1 2 3 4 عم نحكي A B C D بناء على السيمبتومز وعلى الايش الاكزازيرفيشن ريسك. طيب اذا عم نحكي B او اكثر بندخل اللونج اكتنج سواء لابا او لاما حكينا التفصيلات تمام. لونج اكتنج هي يا لابا بيتا 2 اجونست او لاما اللي هي انتي كولينرجيك. طبعا احنا لما نحكي لونج اكتنج اكيد نستفيد ب symptoms وبنستفيد reduced exacerbation risk خصوصا بمين باللابا وطبعا بصير improvement بالquality of life. شو عندنا لاباز موجودة بالسوق؟ formoterol salmeterol twice daily لاب indacterol dacaterol indacaterol arcapta onbrez اتوقع مش عارفة انا حطيت لكم صور هيهم شايفين فوستر هذا اتوقع اذا فوستر هي فورميترول اركابتا هذا اتوقع انه جديد سيرفنت سبايرتو يعني سامحوني بالاسماء التجاريه لان مش كثير عندي خبره فيها هذول وانس ديلي فاذا في عندي مشكله مع المريض بالكومبلينس ممكن احول هذول وانس ديلي بس تاكدوا تماما هذول لانهم جد هذول الاغلى فاحنا دائما دائما بنحاول نوازن الامور افيكاسي وسيفتي وكوست هدول كلهم بإطار اللابز إذا هم similar efficacy فصفة إذا المريض عنده مشكلة بالكوست لا بخليك هدول اللي قدام فورميتولون سالميترول إذا عندك مشكلة ما عندكش مشكلة بالكوست أو هدول بيغطيهم التأمين لا خلص بعطي أشياء جديدة اللي هم يعتبروا once daily لابز تمام adverse effect tachycardia وهي معروفة دائما beta 2 agonist بيعمل لي tachycardia بيعمل لي هايبوكاليميا بيعمل تريمر تمام لما اشوف ريستنج ساينس تاكيكاريا يعني هو قاعد ما بيعمل اكسرسايز يصير عنده تاكيكاريا يعني ممكن يكون عامل اكسرسايز ما نكونش عارف هو من الدواء من الاكسرسايز ما علينا نيجي على الانتي ماسكرينج دراجز اللي هي انتي كولينرجيك اللي هي ساما انسى لاما شورت اكتنج هم اكثر شيء موجود في السوق والابرتروبيوم اوكسيتروبيوم مش عارف إذا موجود في الأردن وينك يا هيثم أبو زيد أو عيد ساعدونا بهذا الشيء بالعادة طيب لونج أكتنج زي التيوتروبيوم هدول الأسماء الغريبة أنا مش حطالبكم فيهم أنا بدي تحفظوا لي هذا التيوتروبيوم شايفة ما حسني شكرا clinical trials have shown a greater effect on exacerbation rates for LAMA versus لابا هاي حكيناها من زمان حتى لاحظوا بالكلينيكال ترايلز مستخدمين الويل نون لاما تيتروبيوم هذا احفظوا لي فقط inhaled anticholinergic are poorly absorbed which limit the troublesome systemic effect هاي ممتازة يعني حتى انت يعني معناها الجملة ان هو local effect ما له absorption عالي وبالتالي side effects تبع الانتيكولينرجيك اللي كنا ما بنحبها شو مين side effects dry mouth urinary retention blurred vision تذكر حكيناها هاي كلها limited ممكن يصير عنده dry mouth dryness of mouth بس هذا لانه الابزوربشن قليل فسايد افكتس مش معنى انها ما صارت بس ممكن
بيكون أخف من لو صار في absorption. تمام؟ ثيوفيلين أوبا مجموعة سلسلة الثيوفيلين. The role of ثيوفيلين in COPD is controversial. عليه خلاف. ليه؟ لأنه no additional effect. وطبعا بالإضافة لمين؟ لا side effects بحكينها وقت الأزمة. إذا في استخدام له نستخدم شوف long acting بيقلل overnight decline بالبلمونري وimprove morning symptoms. يعني شوفوا حالات خاصة ثيوفيلين ما له استخدامات كتير. إذا ممكن استخدمه بستخدم long acting بناس بيعانوا من overnight decline، يعني الناس اللي بينتكسوا بالليل، أو يعني بلاش نقول هيك الفانكشن بالليل بينتكس وبالتالي بين انه عندهم على الصبح، الصبح الفجر، مش في ناس بينتكسوا على الصبح الفجر؟ اذا هدول صار عندهم على الصبح الفجر سيمبتومز ممكن يستفيدوا من الثيوفيلين، بس اذروايز انا يعني هو فعليا كثير له سايد افكتس نو فيرذر افكسي. طيب هاي الثيوفيلين كورتيكوستيرويدز ذير از ليتل ايفيدنس ذات انهيل كورتيكوستيرويدز هاف اني افكت اون ذا انفلاماتوري سيلز بريزنت ان ذا سي او بي دي. تمام؟ لانه سي او بي دي مين؟ اذا بتذكروا هاي الرسمه بدي ارجعكم عليها. ييب. هاي سي او دي فيون هاي ماكروفاجز ونيوتروفيلز هدول مش موجودين بالازمه، الازمه فيها ايزينوفيلز. تمام؟ عشان هيك الهيل كورتيكوستيرويد ما بيشتغل بالسي او بي دي كثير، هو موجود كخيار اد اون بس مش انه نعول عليه كثير. فكون السي او دي فيه نيوتروفيلز وماكروفاجز عاليه وليس إيزونوفيلز عالية insensitive، هدول نيوتروفيلز insensitive to the effect of steroid. وبالتالي إحنا بنختصر الستيرويد استخدام لحالتين يا جماعة، إذا أثبت إنه عنده أزمة أو أثبت إنه عنده إيزونوفيلز عاليين، أو بنشوف لاحظته ضفناه ثالث إذا يعني كل الخيارات يعني زي ما بيحكوها جربناه وما ضبطت ممكن ينضف، وبنضلنا شايفين الإفكس تبعته والسيف، إذا بغلبنا لا دغري بسحبه. Even high dose of inhaled corticosteroid does not reduce the number of inflammatory cells or the level of cytokines. يعني حتى لو قلنا زدنا الدوزز ما رح نستفيد. وبالتالي benefit of corticosteroids for patients with stable COPD is controversial. ما له استخدامات إلا limited. Many clinicians use oral corticosteroid when patients fail to respond to other therapies. For chronic management stable, the benefit of systemic. لاحظوا إحنا كمان في نقطة مهمة. لما بنحكي إحنا الكورتيزون أو الانهيل كورتيكوستيرويد ما إله رول، إحنا عم نحكي عن الكرونيك فيز. بالإكزازيرباشن لا. أيوة. Steroids are useful in the management of exacerbation. Exacerbation حكينا بدخل مستشفى. أصلاً فيش شيء تاني نعطيهم إياه في المستشفى. لما بيدخل بأكوت إكزازيرباشن لا، هيك كل الإنفلاماتوري بروسيس بتاعه حتى الإيزينوفيلز. وبالتالي بصير المانجمنت كنترولد باي سيستميك كورتيزون. انا عم ما عم بحكي عن سيستميك كورتيزون، انا عم بحكي انه انهيل كورتيكوستيرويد ما له رول على الكرونيك ستيبل سي او بي دي. الاكزازيرباشن زيه زي الازمه لا، بياخذ بنفيت من السيستميك كورتيزون ونستخدمه بالاكزازيرباشن. هاي نقطه كتير مهمه. فوسفودايستريز فور انهيبيتورز الإفكاسية. The principal action of PDE4 inhibitors is to reduce inflammation by inhibiting the breakdown of intracellular cyclic AMP. وبالتالي النت ريزلت إيش بوصل لمرحلة برونكودايليتر. طيب روفلوميلاست is a once daily oral. هاي أول نقطة oral once daily. إذا بده يشتغل هو أنتي إنفلاماتوري وبالتالي بيعمل برونكودايليشن. The effect on lung function are seen when روفلوميلاست is add on. حكينا long acting bronchodilators اللي هم لاما زائد لابا و not controlled على inhaled corticosteroids. عشان هيك احنا ايش حكينا لابا لاما inhaled not controlled، نضيف رابع اللي هو البي دي اي 4 اللي هو روفلوميلاست. اذا بدي يعمل side effects nausea reduce appetite، هاي بالنسبة لي مو side effect، هاي يعني benefit. weight loss هذا برضو benefit الا اذا كان واحد under weight، هاي بتصفي لهم مشكلة. Abdominal pain, diarrhea, sleep disturbances، يعني إجمالا حسب تقييم المتواضع side effect تبعته مقبولة مش serious. Other pharmacological therapies زي ما انتوا ذكيين وبتفكروا بأشياء
العلماء فكرت ليش ما نضيف انتي اوكسيدنت على اساس انه السموكينج اصلا اذا بنرجع لتاثيره على اللانجز هو بيعمل اوكسيديشن، والاوكسيديشن هي اللي بتخرب اللانجز، وهي عملت لنا لانه هو عنده كرونيك اكسبوجر للسموكينج فخربت اللانجز. بقول لك العلماء ليش ما افكر اعطي انتي اوكسيدنت زي الان اسيتالسيستين، هذا انتي اوكسيدنت معروف. have been reported in small studies to reduce frequency of exacerbation. تمام small studies هاي مهمه، لانه لو large studies واثبت كفاءته كثير كان صار لي recommendation. طيب اذا متى بستخدم ممكن الانستالسيسين in patients treated with or without inhaled، يعني اخذ inhaled او ما اخذش مش مشكله. high dose of انستالسيسين significantly reduce exacerbation بس in goal 2، يعني يبدو ان small studies هاي اخذت بس goal 2 patients واثبت انه فعال. يعني اذا الدكتور جرب او حاول او بفكر يجرب الان اسيتالسيستين على اساس انه انتي اوكسيدنت بدنا يكون الجروب جول 2، وهذا على فكره منطقي. انت جول 2 لساته على فكره في عندي لانج فانكشن، ما هو انتي اوكسيدنت معناه بدي اخفف الاكسيديشن، اخفف الاكسيديشن واخفف اللانج ديتيريوريشن او اللانج ديستركشن او اللانج بروبلم، فانا لازم الحقه بجولد 2. تخيل لو هو جولد 4 شو بده يشتغل؟ ما هي عيدت الامور. جولد 4 معناها فقدنا اللانج فانكشن باقل من 30%، فجولد 2 يعني لسه في بواقي، يعني ولا حتى بواقي لما نحكي احنا جولد 2 من 50 ل 80 ممتاز، فلح يعني في مجال يشتغل از انتي اوكسيدنت ولحق. تمام، فانا بالسؤال اذا ما جبت لكم انه هم جولد 2 اونلي، حتى جولد 1 لا، هم هذول الجروب اللي تمت دراسة ان اسيتالسيستين بهاي دوزز فيه واثبت جدارته واثبت اللي هو الايفيدنس بي. اذا الكرايتيريا هاي دوز و جولد 2. ميوكولايتك زي ميوكوكاينيتك ميوكو ريجوليتر اند انتوكسيدنت ايجنتس زي امبروكسول اردوستين، هذول غير عن هذا الانتوكسيدنت اسيتالسيستين. طيب يا جماعه The regular use of mucolytic and COPD have been evaluated in a number of long-term studies with controversial results. إيش يعني controversial؟ يعني في دراسات أثبتت إنه شغال فعال، وفي دراسات أثبتت إنه لا هو وقلته واحد. تمام؟ وبالتالي ما بنقدر نحكي recommendation. Controversial. ما دام إشي controversial ما في إشي إنه نأكد عليه، ولا في إشي إنه شو نعمل؟ نلغي. يعني كل دكتور والاكسبيرينس تبعه. لوكوترين موديفايرز مين هدول؟ حكيناهم وقت الازمه اللي زي مثلا مونتوليكوست. These haven't been adequately tested in COPD and currently recommended، يعني لسه ما درسوهم enoughly. تمام، ما درست بال COPD، بلكي انتوا يا علماء المستقبل الله هداكم ودرستوهم بال COPD واثبتوا يا جدارتهم يستخدموا، أو إنهم failed ولا يستخدموا. هيك يا جماعة الخير نكون خلصنا COPD. هاي محاضرة مسجلة بحب إنكم تسمعوها، وإذا عندكم أي أسئلة بدنا نشوف طريقة للتفاعل، يا يعني طريق المودل، يا يعني نعملنا جروب، يعني عم بدي أشوف الدكاترة كيف عم بيقدروا يتواصلوا مع الطلاب. تمام، ونحاول نجاوب كل الأسئلة. بليز ادرسوا كتير منيح، هاي فرصة إنكم تدرسوا. لهلا ما بين معنا طريقة الأسسمنت كامتحانات ككويزز، ما بين معنا كيف ممكن نعمل أسسمنت للطلاب، بس إحنا خلينا نمشي ستيب ستيب، ندرس المادة، إذا في أسئلة مش واضحة نشرحها أو نجاوب على الأسئلة، وإذا حدا حاب يضيف أي إضافة يحكي لنا إياها، وإن شاء الله إنه نكون الـ COPD وضعها واضح إن شاء الله رب العالمين. هيك يا جماعة بنكون خلصنا الـ Respiratory اللي هو أزمة الـ COPD. المفروض إحنا المحاضرة الجاي نبلش Infections Upper Respiratory Tract Infections، Lower Respiratory Tract Infections Upper Urinary Tract Infections و Lower Urinary Tract Infections. هنبلش بالـ Respiratory على أساس إنه إحنا نستنى في Area Respiratory Problems، وبشوفكم بالتسجيل القادم إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. سلام.